بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمين يا سميع يا عظيم يا هادي. نرجع للآيات، الآية 45 و65 من سورة الأنعام لبيتاي. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، منها اللي ذكر قبل، ومن كل كرب أي كل عجب، كل آلام، كل أتعاب، ثم أنتم تشركون. وإذا به رغم ربي يغفر لكم ونجاكم ونجاكم ونجاكم. بنو إسرائيل في القرآن ربي نجيهم عدة مرات، لكن طبيعتهم هي هي كفران لنعم الله، تجرع على الله، تيمن الله كونه عنده ابن اسمه كذا وكذا، مش يرجعوا. ولهذا احنا اليوم عندنا ناس لابد ان نحاربهم ونتخلص من شرهم. ما فيش هذه الكتلة هذه الشيطانية اللي تتمثل في الكيان الظالم اللي موجود جاثم على أرضنا، ما هوش مش يتبدل إلا أن نقضي عليه، أي نضعيفه لدرجة اللي ما يكون عنده حتى سلطان وحتى وجود على أرض مقدسة. افهموا بالمية، أرانا احنا تصميمنا جاي من القرآن، وتصميمنا يحققه الرحمن على حساب أعداء الرحمن ولحساب أحباب الرحمن أنصار الله. قل، وما كانش تحطوا على أنصار الله في اليمن، ناس قائدهم قرآني، ناس طبيعتهم صبر على الأذى، ناس وقت اللي يصموا باش يتوحدوا باش يقاوموا عدو ونقصوا على حياته، تهنى تصميمهم، يعني يكون تصميما يؤيده الرحمن سبحانه وتعالى اللي هو خلق ورزق وهو شرع وهو علم وهو نصر وهو الذي عذب. عذب من؟ 3 أنواع من الصهيونية. قل الله ينجيكم منها ومن كرب، من كل كرب، ثم أنتم تشركون، يعني طبيعتكم شرك. الكرب أعلوه، بل النصارى جيزوس، ولكن لا ذكر لله سبحانه وتعالى في عظم معظم الأحيان. وبالنسبة لليهود قالوا عزير من الله، يعني مشركون. وتحبونا احنا الموحدين نسلموا في حقنا اللي جعلونا رب العالمين، ونخليوا اهل العداوة للرحمن من يعوثوا ويزيدوا فساد على فساد. والله لن يكون هذا بحول الله. ونحن اذا كان عزمنا ربي حقق عزمنا ودمر اعداءنا، اما مباشرة أو عن طريق جنود الخفاء أو عن طريقنا، وسنضرب بيد مش من حديد، أعظم من الحديد فيما يخص أعداءنا، معنا ولا يفلت منا إلا من قدر الله له أن يفلت. وهذا كي ترجع الحديث النبوي الشريف تلقاه الحجر والشجر يختفي وراء يهودي من أصل صهيوني من أصل يهودي ومن أصل حتى إنجيلي وكربي، كلهم وراهم الكل يفرحوهم يقولون نحن يا مؤمن يا مسلم يا مؤمنة يا مسلمة، تعال أو تعالي ورائي، صهيوني مختف ورائي إلى شجر الغردق. هذاك اللي مش يبقى سببا لبقاء بعض الصهاينة اللي هما جمعوا 3 أنواع صهيونية مش يبقوا على وجه الأرض، لأنه الأرض يجب دائما ترى صراع بين التوحيد
وبين أعداء التوحيد، والسلام علينا بالتمام والكمال.